الفصائل المسلحة العراقية وجهت تهديداً وتوعدت المملكة العربية السعودية بضربات جديدة في الفترة القادمة، والحديث هنا بشكل واضح عن فصيل عراقي واحد، ألا وهو فصيل ألوية الوعد الحق بهذا الشكل الذي ترونه في 48 ساعة الماضية. أعلنوا عن طبيعة هذا التهديد بهذا الشكل الذي ترونه وقالوا الآتي للشركات العاملة في أرض الجزيرة، يقصدون المملكة العربية السعودية: نقول احزموا أمركم قبل فوات الأوان، فهذه الجولة إن حدثت ليست كسابقاتها، والسلام على من اتبع الهدى. والكلام هنا عن الشركات العاملة، أي الشركات التي هي عاملة في المجال النفطي والمنشآت الحيوية الموجودة هناك. هذا الفصيل الذي نتحدث عنه أصبح واضحا بأنه فصيل عراقي استخدم الأراضي العراقية في طبيعة هذه الهجمات. وواحدة من الأمور التي كانت واضحة ودللت وأصبحت دليلا على هذا الفصيل بأنه عراقي، هو كان قادما من اللحظات الأولى لإنشائهم لقناة التليجرام الخاصة بهم في يناير من العام الماضي بهذا الشكل، وأعلنوا من خلاله ومن خلال هذا القناة في ذلك الوقت بأنهم تبنوا مباشرة عملية بهجوم بالطائرات المسيرة على قصر اليمامة الموجود في الرياض بالطائرات المسيرة. ولكن بعد ذلك بشهر مباشرة جاءت الأسوشيتد بريس تؤكد بأن هذا الفصيل انطلقت، وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت قصر اليمامة كانت قادمة من الداخل العراقي، وأن هذا الفصيل هو فصيل موجود في الداخل العراقي وقام بهذا الهجوم. الاي بي سي نيوز الأمريكية اتفقت مع نفس التفاصيل وتطابقت بالتفاصيل التي نقلتها عن هذا الهجوم الذي حدث في يناير كما تحدثنا من العام الماضي. أيضا كان هنالك إعلان لنفس هذا الفصيل بهجوم آخر بالطائرات المسيرة، هذه المرة على الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير الماضي من هذا العام تحديدا كما تلاحظون، وقاموا بمهاجمة منشآت حيوية في أبوظبي في الإمارات. وهذه المسألة مباشرة بعد هذا الهجوم جاء طرف يمني مهم للغاية، نتحدث عن المركز الإعلامي لأنصار الله التابع لجماعة الحوثي، قالوا الإمارات تعترف بتعرضها لهجوم بطائرات مسيرة، وألوية الوعد الحق العراقية تتبنى العملية. الأمر ثبت تماما لهذا الطرف تحديدا، ألوية الوعد الحق، بأنه طرف عراقي بحت. وبالتالي عندما ننظر إلى التهديد الذي نتحدث عنه الآن الذي هو واضح جدا بأنه موجه ضد المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، هو يأتي في توقيت مثير، يأتي في نفس اليوم قبل يومين. هذا التهديد الذي ظهر بهذا الشكل في نفس اليوم تماما كان هنالك تهديدا قادما من العميد يحيى سريع، وهو المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية طبعا التابعة وممثلا عن جماعة الحوثي، الذي قال القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة، أي بما معنى بأننا سنوجه ضربات قادمة ضد هذه المنشآت الحيوية. قد يتساءل البعض لماذا الآن بدأت هذه التهديدات تظهر بهذا الشكل وبهذا التوقيت؟ هو بسبب أن الهدنة في الداخل اليمني، كانت هنالك هدنة بين جماعة الحوثي من جهة وبين الحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. هذه الهدنة انتهت الآن، ليس هنالك تجديد لهذه الهدنة، وأصبح المراقبون يرون بأن هنالك تصعيدا قادما في الداخل اليمني، يجب على الجميع أن يترقب هذا الأمر. وهذا التهديد تحديدا من ألوية الوعد الحق، هو لفت انتباه خبراء مهمين مثل مايكل نايتس وكذلك حمدي مالك المختص في الفصائل المسلحة وطبيعة تحركاتها وتفاصيلها. بشكل مشترك قاموا بعملية كتابة تقرير على هذه المسألة أو مقالا على الواشنطن انستيتيوت الأمريكية، مركزين على هذا التهديد الذي يأتي على السعودية وكذلك على الإمارات العربية المتحدة، وقالوا بشكل واضح بأن علينا أن نأخذ على محمل الجد هذا التهديد القادم من ألوية الوعد الحق، لأنهم عندما يهددون ينفذون، وعلى هذا الأساس من الممكن جدا أن يهاجموا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كذلك هم وضحوا بأن الصورة لهذه الهجمات وهذه التهديدات قد تكون هي أكبر، وهم يعتقدون بأنها أكبر كصورة، تأخذ صورة أكبر من مسألة هدنة بين الحكومة الشرعية وبين جماعة الحوثي، وبأنها ستنتهي وأنها مساندة إلى اليمن وإلى جماعة الحوثي. هم يرون بأن
الأمور تأخذ صورة أكبر مرتبطة تحديدا في التظاهرات الجارية في الداخل الإيراني، فإن هذه التظاهرات متصاعدة وتسبب ضغطا كبيرا للغاية على الداخل الإيراني، وأساسا الإيرانيين قاموا بعملية عسكرية كما نعلم على إقليم كردستان منذ 11 يوما على الأحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان، بدأوا بمهاجمتها. ليس هنالك توقف لهذه العمليات، والكلام هنا وبحسب الاتهامات الإيرانية بأن الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان تتدخل في التظاهرات، تزيد من توترات التظاهرات. على هذا الأساس هم بدأوا بالعملية العسكرية. الواشنطن انستيتيوت تحدثت بأن القنوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني، مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات التليجرام التابعة للحرس الثوري باللغة الفارسية، رصدوا بأنها تتحدث أن هذه المرة المملكة العربية السعودية بحسب اتهاماتهم هي تتدخل في هذه التظاهرات وتزيد من توتراتها، على الرغم من مسألة التظاهرات الإيرانية كما نعلم هي مرتبطة بمسألة فتاة يطلق اسمها مهسا أميني بسبب لباسها أو حجابها الغير محتشم كما تحدثوا وكما تحدثت إيران، وبسبب أنها تعرضت إلى الحجز، ورواية كبيرة جدا تجري وتسببت بهذه التظاهرات بأنها أغمي عليها بسبب ضرب تعرضت له وبعدها توفيت وانفجرت هذه التظاهرات. الآن الكلام الإيراني بأن هذه الأحزاب الإيرانية الكردية في إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية يتدخلون في هذه التظاهرات. على هذا الأساس وجدت الواشنطن انستيتيوت عندما تحدث عن مايكل نايتس وحمدي مالك، وجدوا بأن إيران تريد أن تصدر هذه المسألة إلى الخارج، وتريد أن تحقق ضربات وأن تستغل الهدنة الجارية كما تحدثنا وانتهاء هذه الهدنة بين هذه الأطراف في اليمن لتوسيع ضرباتها، لكي تبين وتوضح للعالم بأنها مؤامرة تأتي من الخارج، توضح للداخل الإيراني بشكل مباشر. على هذا الأساس ذكرت الواشنطن انستيتيوت الآتي: قد تخدم تهديدات ألوية الوعد الحق غرضاً أوسع خارج اليمن. تتعرض إيران لضغط داخلي كبير، ولا شك أنها تشعر بالحاجة إلى إعادة توجيه هذا الضغط خارجياً. أن القصف العنيف الأخير لمواقع تشغلها أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق دليل على ذلك. وأضافوا أيضاً: تريد إيران أن تشير إلى الأحزاب الخارجية على أنها سبب الاحتجاجات في البلاد. هذه تسبب مشكلة حقيقية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. لماذا؟ لأن الهدنة في اليمن الآن كما نتحدث بأنها انتهت، تصعيد مرتقب من الطرفين، التحالف العربي من الممكن أن يدخل على الخط أيضا في هذه العمليات وفي هذه الضربات، وهذه طبعا تأتي العكس تماما مما تريده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن يكون هنالك تفاوضا وإنهاء لهذه المسألة. وأساسا الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أصدر بيانا بهذه المسألة ووضح بأن عليكم التفاوض، وأبدت الخارجية الأمريكية قلقها تماما مما ممكن أن يكون قادما في اليمن. كذلك في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية أمام مشكلة، وهي تعي تماما أن حتى هذه اللحظة ليس هنالك عودة وليست هنالك أي عودة للاتفاقية النووية، رغم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين، وكذلك تسلم إيران 7 مليارات دولارات كانت مجمدة في كوريا الجنوبية بحسب تصريحات الخارجية الإيرانية، إلا أنه ليس هنالك أي عودة لهذا الاتفاق النووي، والخلافات لا زالت مستمرة. كذلك أصبح أمام الولايات المتحدة الأمريكية أمرا واضحا أن تصاعد التظاهرات في الداخل الإيراني انعكس على إقليم كردستان، وها هو في ظل هذه التهديدات من الممكن أن ينعكس مباشرة على المنشآت الحيوية الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وما الذي يعني هذا؟ إن ما حققت هذه الضربات فاعلية وفعلا أصابت هذه المنشآت الحيوية التي نتحدث عنها، هذا يعني بأن إمدادات الطاقة في العالم الآن أصبحت في خطر مرة أخرى، وهذا لن يخدم إلا طرفا واحدا، هي ستخدم روسيا بشكل مباشر وتضر الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أوروبا بشكل واضح. والمشكلة مع روسيا تتصاعد الآن و تحتدم ووصلت إلى مراحل خطيرة للغاية في هذه الفترة، إن تمت هذه الضربات وتحقق الشيء ضد إمدادات الطاقة تحديدا. The Times على سبيل المثال البريطانية قالت وكشفت يوم أمس تفصيلا خطيرا للغاية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اتخذ قرارا في عملية أن يكون هنالك وقرر أن تكون هنالك تدريبات على السلاح النووي على خط المواجهة مع أوكرانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وبأنه يريد أن يقوم بعملية تجريبية لاستخدام السلاح النووي. وهذه التفاصيل ذكرت بهذا الشكل على التايمز من مصادر دفاعية. قالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتدريب عسكري نووي على خط المواجهة في أوكرانيا، وأضاف بوتين يريد إظهار استعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل من خلال تجربة نووية على حدود أوكرانيا. ويجب أن ننتبه هنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بالنسبة إليه ليس مفاجئا، لأنه قال في السابق بأنه هدد بشكل واضح بأنه سيكون هنالك استخداما وأنهم يمتلكون نوويا أقوى من النووي الذي تمتلكه طبعا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو بحسب تصريحاته، وبالتالي اعتبره العالم بأن هذا التهديد لاستخدام الأسلحة النووية. وأيضا هذا التحرك الذي يأتي من بوتين الآن هو يأتي بعد دعوة من الزعيم الشيشاني رمضان قادروف الذي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يستخدم النووي محدود القدرة من أجل ضبط الأوضاع التي تأتي في الجبهة الأوكرانية. ويجب أن ننتبه هنا بأن هذه التفاصيل هي كلها تأتي بعد نجاح الرئيس الروسي كما تتحدث وسائل الإعلام الروسية من عملية ضم وإنهاء استفتاء متعلق في خيرسون، في زاباروجيا، في دانييتسك وفي لوغانسك في إقليم دونباس بأنهم ضموا هذه المناطق. لكن من جهة أخرى الجيش الأوكراني يتقدم بشكل مكثف بحسب تصريحات من المتحدث باسم الجيش الروسي ووسائل إعلام أوكرانية وحتى المعهد ومعهد دراسات الحرب. على سبيل المثال في 48 ساعة الماضية القوات الأوكرانية تقدمت في منطقة خيرسون على ثلاثة مناطق، هي سيطرت على منطقة زولوت بالكا، وكذلك تقدمت إلى ميكاليفكا، وبدأت تضغط على نقطة تأتي على نهر الدنيبر الذي ترونه هنا، هذا هو النهر الدنيبر بهذا الشكل، بأنهم بدأوا يسيطرون على هذه المناطق واقتربوا من منطقة يطلق عليها دوتشاني، اقتربوا منها تماما. كذلك القوات الأوكرانية تمكنت أيضا بحسب التفاصيل القادمة من معهد دراسات الحرب بأنهم تمكنوا من السيطرة على نوفا ميكاليفكا أيضا، وبالتالي لاحظ أنهم يتقدمون من جهتين للسيطرة ومحاصرة خيرسون ومن ثم التقدم إلى شبه جزيرة القرم، ووضع أيضا زاباروجيا تحت المطرقة. هذه التفاصيل تأتي مباشرة بعد سيطرة الجيش الأوكراني أساسا على منطقة ليمن التي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا في دانييتسك التي نتحدث عنها دائما، بعدما سيطرت القوات الروسية على لوغانسك وبدأت تضغط على دانييتسك الأمر انعكس، سيطروا على ليمن تماما. وأيضا تفاصيل جديدة عن أن الجيش الأوكراني بحسب تصريحات قادمة من المتحدث باسم القوات الانفصالية الموجودة في لوغانسك أن القوات الأوكرانية دخلت إلى حدود والحدود الإدارية إلى لوغانسك، وبالتالي هم بدأوا يقتربون من نقطة ومنطقة مهمة للغاية هي ليسشانسك، بدأوا يقتربون منها، وبالتالي الضغط عالي للغاية في هذه المنطقة. بل إن القوات الأوكرانية أيضا في نفس الوقت الآن هي بدأت تضرب في الداخل الروسي، وهذا هو التصعيد الأكبر الذي واضح جدا أنه استفز الروس كثيرا. نتحدث عن منطقة بولغورد، هنا قد تعرضت بحسب عميدي هذه المدينة مدينة بولغورد الروسية، تحدث أن هنالك ضربات مدفعية أوكرانية جاءت على هذه المنطقة وأدى هذا الأمر إلى مقتل سيدة في تلك المنطقة. الأوكرانيين يضربون هذه المنطقة لأنها تعتبر نقطة ومدينة مهمة جدا للإمدادات العسكرية الروسية بعدد من الاتجاهات من خاركيف وغيرها، التي طبعا سيطرت خاركيف عليها بشكل واضح القوات الأوكرانية، وبالتالي صواريخ الهايمرس، مدفعية الام 777 هاوزر الأمريكية، كلها أسلحة أمريكية تخدم الأوكرانيين في عملية التقدم، وهنالك إمداد للسلاح كبير. وعلى هذا الأساس بدأنا نرى الآن تدريبات على السلاح النووي بحسب The Times، وقد يعني تصعيدا خطيرا للغاية. بل إن هنالك أيضا تحركات تأتي في بيلاروسيا من الجيش البيلاروسي، صدق أو لا تصدق، بالمدفعية الثقيلة بهذا الاتجاه. نشرت صورة لعملية نقل المدفعية الثقيلة بين الأوساط طبعا الأوروبية بهذا الشكل، هذه المدفعية على سكة للحديد بهذا الاتجاه. الحديث وما تم تداوله عن هذه المنطقة بأنها تقع في مدينة يطلق عليها غومل، وفي أيضا محطة يطلق عليها نوفوبليستا تحديدا، هذه محطة القطار. إذا ما أخذنا عددا من العلامات لنتأكد من هذه الصورة التي نشرت في 48 ساعة الماضية، سنلاحظ بأننا أمام علامات صغيرة لكنها قد تكون كافية للحصول على هذا الموقع. هذا هو المبنى الأول، نلاحظ بأن هنالك
سقيفة صغيرة بهذا الشكل من هذا المبنى، هنا مبنى ثاني يبدو صغيرا ومبنى ثالث يأتي بهذا الشكل المثلث المميز كما تلاحظون. هذه هي السكة وهذه هي منطقة عشبية بهذا الاتجاه بالتوجه إلى القمر الصناعي، فقط لنتأكد من هذه المنطقة لأن هنالك تحركات بيلاروسية بهذا الاتجاه، هنا أوكرانيا هنا بيلاروسيا التي تلاحظونها. لنتوجه الآن إلى مدينة غومل، غومل تأتي بهذا الاتجاه قريبة من الحدود الروسية وأيضا تتصل بالحدود الأوكرانية كما تلاحظون. لنتجه إلى محطة القطار التي نتحدث عنها هنا وهي محطة نوفوبليستا، بالتوجه إلى هذه المحطة، هذه هي محطة القطار التي ذكرت. لنأخذ التفافة بسيطة إلى اليمين كما تلاحظون، ودعونا نقترب قليلا من هذه المباني لنقارن إن كانت العلامات متشابهة، لا تبدو واضحة، لنأخذ صورة واضحة من هذه المنطقة. لنعود بالتاريخ إلى العام الماضي تقريبا وستتضح بهذا الشكل العلامات، وستجد بأنها مترابطة. هذا هو المبنى الأول الذي كان ظاهرا بعد السكة مع السقيفة الصغيرة الواضحة بهذا الشكل، وهذا هو كما تلاحظون المبنى الثاني الصغير، ويأتي خلفه المبنى الثالث الذي يأتي بهذا الشكل كما تحدثنا، المثلث بهذه الطريقة كما تلاحظون. لنعيد هذه الصورة فقط لكي تكون واضحة، هذا هو المبنى الثالث وبالتالي كل شيء يتطابق مع هذه الصورة. لنبتعد قليلا الآن من هذه المنطقة، هي توضح بأن هذه المدفعية الثقيلة البيلاروسية هي تتحرك في هذه المنطقة، والتقطت الصورة بهذا الاتجاه. هذا يعني ويجب أن ننتبه أن الجيش البيلاروسي هذه التحركات تحركات مريبة وبدأت تؤخذ على محمل الجدية، بأن من الممكن أن نرى نقطة خطيرة هنا من تحركات بيلاروسية من هذه المدينة التي تأتي بهذا الاتجاه، نقطة استخدمها الروس كثيرا في عملية الانتقال ونقل قواتهم إلى هذه المنطقة، وبعدها نقلوها ووزعوها على الحدود، وبعدها هاجموا العاصمة الأوكرانية كييف، هنا العاصمة الأوكرانية كييف، وشهدنا ما شهدناه قبل التراجع، استخدام النووي، تحركات مريبة في بيلاروسيا قد تعني الكثير. وهذا ما يجب أن ننتبه إليه، أن المسألة تبدو خارجية وكبيرة، تهديدات كبيرة، ضرب للمنشآت الطاقة، التحدي مع روسيا قد تعني الكثير من الصورة الكبيرة مما ممكن أن يحدث، ولكي نفهم كيف من الممكن أن تدور هذه الأمور، لكن دعونا نفهم هذه الأمور بشكل تفصيلي.